حصلت على المركز الخامس على مستوى المملكة في مسابقة أولمبياد إبداع. مرة فرحانة فيها وفخورة أن وصلت لهذا المستوى، إن شاء الله نمثل المملكة بآيسف. أشكر أهلي، أشكر مدرستي، أشكر إدارة الموهوبات اللي على رأسها أستاذة نجلة رفيدي، ومشرفة السابقة أستاذة تماضر، مشرفة الحالية أستاذة أسمى، وأيضا جامعة الملك خالد، مشرف الأستاذ دكتور ناصر عواد، الأستاذ دكتور محمد حمدي. إن شاء الله نرفع رأس المملكة بحافل دولية أكثر، وشكرا الموهبة.